حكومة لدغم دخلت التاريخ أيضا بمعطى آخر، وهو تطبيق أول خطة اشتراكية سميت بسياسة التعاضد. وإن كان الباهي لدغم في طليعة الوزراء، فإن صاحب النفوذ الحقيقي بداية 1962 أصبح أحمد بن صالح، صاحب الخمس وزارات: الاقتصاد والتخطيط والمالية والصناعة والفلاحة، ثم أضيف لها التربية. وكانت بدايات سطوع نجم بن صالح مليئة بالحماس، إذ كان شعلة من النشاط والتفكير والاستنباط وتأسيس المشاريع والمصانع والتعاضديات. كانت الستينات بحق فترة التأسيس لكل هياكل الدولة صناعة وفلاحة وتجارة، أفنى فيها ذلك الجيل جيل الاستقلال طاقة لا تنضب. وإن لمع بعض الوزراء، فإن الباهي لدغم كان حاضرا في كل تفاصيل هذه المنجزات، ويليه أحمد بن صالح. كان الباهي لدغم مسايرا للتيار، وفاء لبورقيبة داخليا وخارجيا بما فيها الصدمات عربيا مع جمال عبد الناصر. ولكن التعاضد انتهى بمأساة بعد 10 سنوات من الحماس والانغماس في هذا النمط التشاركي، فسقط أواخر 1969 في هاوية كادت تعصف بالحكم. فقد انتبه الجميع إلى كارثة اقتصادية بدأت تشل الدولة، واختار بورقيبة كبش فداء أحمد بن صالح، الذي بعد أن كان في قمة الدولة فعليا وتلهج بذكره الصحافة والمسؤولون، انقلب بين عشية وضحاها إلى خائن ومشبوه وصاحب بطانة للاستيلاء على الحكم. عندهم تحصل معناها برشا نوايا وبرشا كذا، وبعد الإطارات نتاع الحزب وحط إطارات نتاع النقد التعاضديات وشو، وبعد مدير الحزب وحط واحد نتاع حصل من جماعته وكون جماعة نتاع حصل معناها باندية نتاع حصل بالقوة، وجماعة بعت لهم ماندات نتاع حصل وقراطس نتاع حصل ومصوات بالفلوس نتاع حصل معناها أمور ما تبقى له ما بينه وما بين الحكم من تلحصل إلا الباهي لدغم. جاء الباهي لدغم في اجتماع قدام التلفزة من تلحصل معناه وهانه من تلحصل معناه ومرمده، الدرجة اللي أنا ما كنش عندي علم، اللي اضطريت باش أطردته من الحكم. أنا أطردته من الحكم ما كانش عندي علم بالشيء، والله أطردته من الحكم لأن صدفة أنا في الفرش مريض، قلت المرة بلا حل التلفزة نشوف، سمعته يتكلم من تلحصل وأنا أسألها، قلت لهم عملوا محادثة مع بعضهم باش هكا هكا رجعنا القرار نتاع مجلس الجمهورية، أرجح الكفة نتاع نتاع العدل والإنصاف نتاع الحصر معناه وكذا، وهو قبل وكذا هكا مع بعضكم باش تظهروا كنا متفقين وكذا. اغتنم الفرصة باش يعاود يعيد النظرية نتاعو ويمرمد نتاع الحصر معناه بكيفية اللي حتى إدارة الإذاعة من ما حبش تنشر، كيفاش هذا العضد الأيمن نتاع الرئيس مرمد بالكيفية هذه، هو على أنه باش ما عاش يبقى له حتى حد ما بينه وبين كارتاج بالقصر نتاع كارتاج. بورقيبة هو كان مسبول ميت ما بقى له شيء نتاع عسل، انتهى نتاع عسل، ما تبقى إلا هو باش يحب يتمتع بالحكم نتاع عسل يروق ويتنعم نتاع عسل معناه وشي بقى له. والبلاد نتاع عسل تبقى تولي 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 تقلل في الرحمة على بورقيبة اللي جاب لنا هالاستقلال وجاب لنا هالمصيبة هذه.
وقال لي تقوم عليه ولا تقتله ويلزم الدولة ترد الفعل وتولي حرب داخلية والناس فالسة والبنوك فالسة وميزانية الدولة مثل حصل كاس الدولة فالسة والناس عايشة في الكذب المستمر. هذه الجريمة متاع أحمد بن صالح.